أهلا، اليوم هعمل كيكة الأناناس. للمكونات الجافة دقيق، ملح، بيكنج صودا وبيكنج باودر ونخلط، ومكونات السائلة زبدة مذابة، سكر بني وسكر أبيض، بيضة ونخلط، لبن يوناني وعصير الأناناس، حليب، فانيلا، ونضيف المكونات الجافة على دفعتين. بعدين لطبقة الكراميل هحط زبدة وسكر بني بس إلين ما يدوب، وأرفعه عن النار وأحطه في صينية الخبز 9 إنش. بعدين حوزع الأناناس، وممكن نحط كرز، ونوزع الخليط وندخل الفرن. لما تخرج ندخل العود ونتأكد إنها ناشفة من جوا. هنقلبها وهي حارة ونتركها 10 دقايق عشان تتماسك، وبكده تكون جاهزة معانا. تقدر تقدموها مع آيس كريم أو لوحدها، وبالعافية.